مشروع توزيع السلال الغذائية بشهر رمضان، والمقدمة من جمعية السلام بدولة الكويت الشقيقة. هذه المرة كان التوزيع بمنطقة الضباب التي يسكن فيها الكثير من الفقراء والمحتاجين. قمنا اليوم بتوزيع سلال غذائية على 500 أسرة مستفيدة مقدمة من دولة الكويت. جاءت هذه السلال الغذائية في الوقت الحرج، الوقت الذي الناس فيه أحوج ما يكون إلى تقديم الدعم والعون والمساعدة، حيث أن هذه السلال وزعت على النازحين والمحتاجين والأشد فقرا. دولة الكويت الشقيقة تدخل السرور على الفقراء بتوفير المواد الغذائية، وعلى الأمراض بتوفير الأدوية، وعلى السكان برفع القمامة والمخلفات. ولم ينسى أبناء هذه المدينة مشروع سقيا الماء الذي جاء في شدة الحصار على هذه المدينة، والمشاريع المتكررة بمخيمات العيون وإجراء مئات العمليات للمحتاجين لها، وتدخل السرور أيضا على الطلاب والشباب ببناء المدارس والجامعات، وعلى الأيتام ببناء المنازل ودور الأيتام. وستقوم دولة الكويت بالعديد من المشاريع في محافظة تعز، وعلى رأسها بناء مدينة سكنية خاصة بالأيتام. جانا وفد كويتي من جمعية النقاهة الخيرية بدولة الكويت الشقيقة. هذا الوفد الذي تلمس كثير من الاحتياجات الإنسانية في محافظة تعز، وعلى رأس هذه الزيارة كانت تسليم أحد المنازل لأحد أسر الأيتام في محافظة تعز، وكذلك تدشين دار أيتام لعدد 60 يتيم في منطقة عقاقة بمحافظة تعز، وكذلك العمل على التنسيق مع السلطة المحلية بشأن منح أرضية كبيرة خاصة ببناء أكثر من 100 وحدة سكنية بالأيتام مع جميع الملحقات والمرفقات. لم تقتصر المساعدات على محافظة تعز، بل شملت كل المحافظات اليمنية وبلا استثناء، بناء وتشييدا وعمل للمشاريع البنية التحتية التي تساهم في الرفع من مستوى الصحة والتعليم والحد من الفقر والجوع. ووقوف دولة الكويت مع اليمن منذ عشرات السنين، ووصل خيرهم إلى كل المحافظات اليمنية بل وإلى كل الدول العربية والإسلامية.